السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كم يوم غبت عن التحفيظ بسبب أنه ما كان عندي سيارة، فأرسلت لأستاذي رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعتذر عن عدم الحضور لعدم وجود سيارة. دومت اليوم في التحفيظ وسمعت ورد المقرر، وبعد ما سمعت يا أستاذي قال لي كانت عندي اليوم شغلة في مكة مرة مهمة. قلت له طيب، قال لازم أروح وسيارتي ما هي موجودة. قلت له خذ تاكسي، الشغلة مرة مهمة. قال لي خذيت تاكسي ترى وطلعت مكة ونزلت كنت مرة تعبان. قلت له هذا الصح. قال لي انت قبل كم يوم ما جيت التحفيظ بسبب انه ما عندك سيارة، ليش ما اخذت تاكسي؟ سكت. فقال لي تبغى تعرف ايش الفرق بين اللي يضبط القرآن ويتقن القرآن وبين اللي ما راح يضبط القرآن ولا راح يتقن القرآن ولا حيحفظ القرآن اصلا. قلت له ايش؟ قال انه الاول جعل القرآن قضية حياتية منهجية، الثاني ما هي فارقة معه. فالفرق بين الناجح وغير الناجح التركيز على الأولويات.